تحتل إسرائيل أرضاً عربية في فلسطين وسوريا ولبنان، لكن المفارقة أن أحداً لم يحرك ساكناً دولياً لإنهاء هذا الاحتلال فعلاً، وأن حمية البعض لاعتماد قرارات تحت الفصل السابع في مجلس الأمن لم تبرز أبداً عندما تعلق الأمر بإسرائيل واحتلالها هذا للأراضي العربية المحتلة، على الرغم من أن عمر هذا الاحتلال يكاد يقارب النصف قرن. وترتكب إسرائيل انتهاكات منهجية موثقة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان، ولكن المفارقة أن مسؤولاً إسرائيلياً واحداً لم يحاسب على ذلك، وأن حماسة البعض اليوم لإحالة ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية لم تلحظ أبداً عندما تعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية، ذلك على الرغم من أن هذه الانتهاكات قد وصلت فعلاً إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتستمر إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية بلا هوادة، نشاطات تحدثتم جميعكم عنها اليوم وأدنتموها، حيث ازدادت مساحة المستوطنات الإسرائيلية خلال العقدين الأخيرين بنسبة 182%، وازداد عدد المستوطنين بنسبة 189%، لكن المفارقة أن رداً دولياً حقيقياً ورادعاً لم يتخذ ضد إسرائيل، وأن عقوبات البعض الاقتصادية والعسكرية لم تفرض عليها أيضاً، على الرغم من اعتبار الجميع بما في ذلك حماة إسرائيل أن الاستيطان غير شرعي ويشكل عقبة في طريق السلام. وتنتهك إسرائيل بشكل فاضح كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باحتلالها للأراضي العربية، لكن المفارقة أن إسرائيل لم تعتبر من قبل البعض ولو مواربة دولة عنصرية مارقة على الشرعية الدولية، على الرغم من أن إسرائيل لم تلتزم ولو بقرار واحد من تلك القرارات، وأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد أصدرت أكثر من 60 قانون عنصري ضد الفلسطينيين منذ العام 1948. واعتقلت إسرائيل أكثر من 800,000 فلسطيني منذ العام 1967، بينهم أكثر من 9,000 طفل، لكن المفارقة أن مطالبات فعلية لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وفتح مراكز الاعتقال الإسرائيلية أمام المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية لم توجه من قبل البعض إلى إسرائيل، على الرغم من أن عدداً كبيراً منهم قد قضوا بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي أو القتل المتعمد أو الإضراب عن الطعام. وأدخلت إسرائيل السلاح النووي إلى منطقة الشرق الأوسط، وعرقلت إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، إلا أن المفارقة هنا أن التهديدات والعقوبات والضغوط تفرض على دول معينة تمتلك برامج نووية سلمية وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين لم نرى شيئاً من ذلك بالنسبة لإسرائيل، على الرغم مما تشكله هذه الأسلحة الإسرائيلية الاستثناء من خطر على المنطقة والعالم. السيد الرئيس، هذه بعض الحقائق والمفارقات التي يحاول بعض الدول المتنفذة في هذه المنظمة وفي هذا المجلس بالذات إخفاءها وحرف الانتباه عنها. وبما أن هذه الحقائق واضحة وضوح الشمس التي لا يمكن لها أن تخفى بإصبع، فبماذا سنجيب من يسأل محقاً عن سبب فشل الأمم المتحدة
سياسيا وإنسانيا واقتصاديا وربما أخلاقيا، في الاطلاع بمسؤولياتها إزاء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لهذا الاحتلال الإسرائيلي. وهل من الممكن أو المقبول أن نسمح لدول معينة بأن تفرض أجنداتها المتحيزة بامتياز فرضاً على منظمتنا تلك؟ يحق للجميع أن يعرفوا صراحة فيما إذا كان هذا الفشل مقصود ومدبر ومفروض من قبل تلك الدول النافذة، أم أنه ناتج عن عجز أو خنوع وربما تواطؤ من قبل الدول الأخرى، أم أننا نعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي يقبع خارج دائرة المساءلة ويسمو على القانون الدولي وعلى الميثاق نظراً لمحاباته من قبل دولة نافذة معينة؟ وإذا كان الحال كذلك فدعونا نسمي الأسماء بمسمياتها ولندعو منظمتنا هذه بمنظمة الأمم النافذة أو منظمة الأمم الكبرى بدلاً من منظمة الأمم المتحدة. وإذا لم يكن الحال كذلك فماذا تنتظر هذه الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها؟ ألم تكن أكثر من 65 عاماً مرت على مأساة الفلسطينيين غير المسبوقة كافية لكي يتحرك وجدان هذه المنظمة لاعتماد إجراءات جدية تثمر نتائجاً حقيقية تنصف الفلسطينيين وتعيد لهم حقوقهم المشروعة، وذلك بدلاً من الاستمرار في هذه الطقوس الخطابية التي تتكرر في هذا المجلس وفي مختلف المحافل الدولية الأخرى دون أي فائدة عملية حقيقية؟ سيدي الرئيس، ماذا يمكن أن تقول الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها للسكان السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 45 عاماً في الجولان السوري المحتل؟ ماذا يمكن أن تقول هذه الأمم المتحدة للسكان السوريين أولئك إذا ما شككوا في مصداقية وفعالية الأمم المتحدة بعد عجزها عن اتخاذ إجراءات حقيقية ضد إسرائيل لدفعها لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلسكم الموقر رقم 497؟ وبماذا سنجيب من يسأل عن سبب غياب الجهود الدولية اللازمة لوقف حملات الاستيطان الإسرائيلي في الجولان؟ ثم بماذا ستخبرهم آليات حقوق الإنسان الدولية إزاء عجزها عن اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الجولان السوري المحتل؟ وكيف سيكون الرد عن الأسئلة المتعلقة بعدم اتخاذ رد فعل دولي ملموس إزاء استمرار إسرائيل بسياسات القمع والتمييز العنصري وخطف مواطنين سوريين من منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل وبنائها لجدار عازل في الجولان المحتل وإطلاقها النار باتجاه الأراضي السورية بشكل شبه يومي؟ هذا ناهيك عن المعلومات المتعلقة بإعطاء إسرائيل ترخيص لشركة أمريكية إسرائيلية للتنقيب عن النفط في الجولان. هذه أسئلة أتركها برسم عناية الدول الأعضاء الحريصة كما سمعنا في بياناتهم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الشعوب. سيد الرئيس، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي كما تعرفون جميعاً بتقديم المساعدة اللوجستية للمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل في الجولان، وذلك عبر نقل الإرهابيين الجرحى عبر خط الفصل إلى المشافي الإسرائيلية ليتم علاجهم هناك ومن ثم إعادتهم إلى داخل الأراضي السورية عبر خط الفصل أيضاً. وقد أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي ونائب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بذلك رسمياً وبشكل علني. ويجب الانتباه هنا جيداً أيها السادة
إلى أن مساعدة الإرهابيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفصل لا يشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاق فصل القوات ولولاية الأندف وللقانون الدولي فحسب، بل يعرض حياة موظفي الأندف والأنس للخطر. وهذا ما حصل بالضبط عندما قامت بتاريخ 6 آذار 2013 إحدى المجموعات الإرهابية المسلحة بخطف 21 من حافظة السلام العاملين في الأندف من الكتيبة الفلبينية، حيث تم السماح للإرهابيين بنقل المختطفين إلى الأردن ليتم أخذ صور تذكارية مع الإرهابيين هناك. ومن ثم هناك من سمح لأولئك الإرهابيين بالعودة إلى منطقة الفصل والأراضي السورية بعد ذلك انطلاقاً من الأردن. سيدي الرئيس، كما في البيانات السابقة التي أدليت بها خلال مناقشة بند الحالة في الشرق الأوسط، لا بد لي من التأكيد على خطورة إقحام مواضيع أخرى في إطار مناقشاتي، مما قد يؤدي إلى قتل المرجعيات التاريخية المعروفة لهذا البند، وأبعاد مداولاتنا عن الهدف الرئيس الذي أنشئ هذا البند من أجله، ألا وهو النظر في سبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة. وبناء على ذلك، فأنني لن أرد على الادعاءات والمزاعم الحاقدة والمضللة التي ساقتها بعض الوفود ضد بلاد سوريا. لكي لا نقع في فخ قتل جوهر هذا البند، علماً بأنه لدينا الكثير الكثير مما يقال لتفنيد ودحض تلك الادعاءات التي ذكرتها وفود ذات الدول التي تدعم وتأوي وتسلح الإرهابيين وتنشر التطرف والتخريب في وطن سوريا، وتعمل جاهدة على إفشال أي حل سلمي لهذه الأزمة. ونحن نخص بالذكر في هذا المجال التحالف غير المعلن الذي يضم كلاً من السعودية وقطر وتركيا وإسرائيل ودول غربية بعضها أعضاء في هذا المجلس، وهم جميعهم يسعون إلى إحلال صراع إسلامي محل الصراع العربي الإسرائيلي بهدف وأد القضية الفلسطينية والتخلص من ورطة حل الدولتين. ولقد عبر ممثلو هذا التحالف في بياناتهم اليوم عن صوابية هذه القناعة عندما حاولوا بكل ما أوتوا من فصاحة وبلاغة خطابية إبعاد الأنظار عن محورية البند قيد النقاش، وهو بند الحالة في الشرق الأوسط، وتسليطه على الوضع في بلاد سوريا، وهو الوضع الذي تسببت دول هذا التحالف بالذات في تدهوره وتحوله إلى أزمة سياسية ذات بعد إنساني. وأدعو في هذا الصدد ممثلي السعودية وقطر تحديداً إلى تطبيق مضمون بيانيهما التحريضيين على الأوضاع البائسة السائدة في أوساط شعبي تلك الدولتين، شعبين محرومين من دستور وبرلمان وحريات مدنية واجتماعية وسياسية، شعبان محرومان من وجود أبسط أشكال المعارضة الوطنية ولو كانت شكلية. سيدي الرئيس، لقد نشرت السياسات السعودية والقطرية الإرهاب السلفي الوهابي التكفيري، وشوهت تلك السياسات غير المسؤولة سماحة دين الإسلام، وها هي تلك السياسات ذاتها اليوم تزهق حياة عشرات الألوف من الشباب المسلم في العالم من خلال توريطهم وتجنيدهم وتسليحهم وإرسالهم عبر البترودولار في أشكال مخجلة من الإرهاب بحجة الجهاد في سوريا وعلى جبهات وهمية أخرى في العالم.
أكتفي بهذا القدر سيد الرئيس، شكرا. I thank representative of the Syrian Arab Republic.